مناسبة سعيدة ديال عيد الاستقلال ومناسبة تفويت هذه البقعة الأرضية من طرف السيد رئيس مجلس البلدي وأعضاء مجلس البلدي اللي ساهموا معنا، لأن هذه خطوة تاريخية في مدينة المحمدية سابقة لم يسبق لأي مجلس حققنا معه هذا الإنجاز الكبير، إنجاز كبير ما يقارب 400 شقة أو يفوق، يعني في سكن اقتصادي بالنسبة للموظفين، والموظفين كيحلموا بها هذه مدة أنا عشتها مدة 30 سنة، وحنا كنتحاربوا على هذه البقعة هذه باش حققنا هذا الهدف بفضل بعض الإخوان ديال سميتو ديال النقابات والجمعيات وهذا، والأخ حاسب بالأخص الأخ حاسب هو كان أول واحد اللي اقترح علينا هذا المشروع هذا، بعد أولا اقترحوا علي أنا كرئيس جمعية وحقق لنا هذا الهدف ومجينا وراه 3 سنين وحنا كنعانيو، ولهذا الإخوان كنشكروا لكاع من ساهم كل من ساهم معنا في هذا المشروع الكبير، بالأخص المجلس البلدي بكل أعضائه، نقولوا الرئيس ولكن بكل أعضائه، لأن أعضاء تاهما ساهموا معنا اللي وقفنا عليه في شي حاجة ما كيبخلش علينا، وهذا هو اللي نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله. وهذه المناسبة نطلب من السي حاسب أنه يقدم كرونولوجيا ديال هذا المشوار الطويل حتى تمت الاستفادة، يعني في قراءة من الألف إلى الياء هذا المشروع حتى تم التوقيع ديالو، لأن نعلم جميعا أنه عرف توقفات كثيرة وعثرات كثيرة، لهذا نطلب نيابة عن وزير الإعلام أن يتقدم الأخ حاسب بقراءة يعني كرونولوجيا لهذا المشوار الطويل، وشكرا. شكرا للأخ رشيد. بالنسبة لهذا المشروع هذا، هو كما يرجع على لسان الأخ حبشة اللي هو رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية، هو منذ 30 سنة جميع الرؤساء اللي دازوا في هذه المدينة العزيزة علينا بأن كان يقول يستحيل مشروع السكن تسيروا جمعية الأعمال الاجتماعية. بالفعل كما جاء على لسان ديالو أنه اقترح عليه على أساس بأن هذا المشروع إلا ما كانش الأعمال الاجتماعية راه ما غيشوفش النور. واحد اليوم ذهبت أنا وياه إلى الداخلية إلى قسم الشؤون الموارد البشرية والممتلكات الجماعية، وشنا رئيس القسم اللي وجهنا وعطانا الطريق الصحيح، قال لنا واش كاينه جمعيه الاعمال الاجتماعيه، قلنا كاينه، قال لك الرئيس عنده اغلبيه، قلنا ليه كاينه، جينا طرحنا على السيد الرئيس الحاج المفضل اللي عجبته الفكره ومشى معنا في الطرح، قال لك اودي شوفوا شي، مشينا للمكناس اللي خدينا منه دفتر التحملات وجينا للمجلس الجماعي اللي درسوه مع رئيسه اللجنه ديال المرافق العمومية أخت خديجة بوسلهام نائبة الرئيس، اللي من هذا المنبر كنشكروها اللي عطاتنا واحد الدعم لهذا الملف. بدينا كنشتغلوا من 2011 على أساس تفويت بقعة أرضية بسوق الحد للأعمال الاجتماعية، داز تفويت المبدئي من 2011 إلى يومنا هذا اللي كيستضاف بالذكرى العزيزة علينا المغاربة وهي عيد الاستقلال، اللي جميع العمال وموظفين ما بقاتش عندهم ثقه باش تقول لهم ان ملف السكن ما كيتيقوش بك، لان تقريبا 30 عام ديال الانتظار، ولا اللي كتهضر مع السكن تيقول لك اودي غير كذوب، ما ولينا حنا خايفين بان هذا المشروع هذا اونكاجينا معاه تنقول الناس راه كاينه، وكما تبعتوا معنا على اساس بانني مسؤول في النقابه درنا وقفات احتجاجيه كانت عراقيل اداريه من موظفين داخل الجامعة لهذا المشروع، كتجيب الملف كتجيب دفتر التحملات كتجيب هذه، إذا به كتلقى عرقلة من إما تقني إما ديال الجماعة، ولكن المصالح خارجية. من هذا المنبر كنشكر رئيس المحافظ وجميع المصالح الخارجية وسيد الوالي والعامل حتى العاملة اللي كانت العامل أمنصار اللي كنا درنا على جوج وقفات كيرجع عليها الفضل، لان هي نبهتنا قالت لنا ودي هذا المشروع راه هاد البقعه الارضيه اللي مخصصه للسكن هي في الاصل راه فيها مركب تجاري، خاصكم ديروا الطعن باش يتبدل
يتبدل هذاك التصميم التهيئه، والحمد لله تصنتنا التوجه ديالها اللي حتى هي كنشكروها، ودرنا وسيد العمل ودرنا ورئيس قسم الجماعات المحليه اللي وجهونا، ودرنا التعرض وتناقشت في اللجنه المحليه والمركزيه اللي رجعوه سكن الموظفين، والان كما تبعتوا بالصمود والنضال ديال العمال وموظفي الجماعه، الان غيولي عاد موظف عنده شقه اللي كيملكها. كما كتعرفوا بان الناس ساكنين في الحدائق، ساكنين في المركب الرياضي ديال استاد البشير، ساكنين في المراحيض العموميه. اليوم كنشكر السيد الرئيس على هاد الالتفاته وجميع المكونات المجلس، لان تفويت البقعه الارضيه داز بالاجماع ولو تحفظ على اي مستشار تحفظ على هذا المشروع. وكنتمنوا من السيد الرئيس باش يكمل المشوار ديالو على اساس باش يديروا واحد الشراكه، اتفاقيه شراكه خاص بملف السكن باش يدعم هاد الملف بغلاف مالي كما في اكادير واللي انزكان تقريبا المنحه اللي كيعطيها بالنسبه للسكن 300 مليون. حنا كنطلبوا من السيد الرئيس على اساس هذيك 20 مليون اللي كيعطيها المنحه السنويه ديال الاعمال الاجتماعيه يخصص منحه خاصه للسكن، لان هذه البقعه ما غتسكنش جميع الموظفين، لان دفتر التحمل تيقول بان الاسبقيه لغير المالكين. حنا غنطلبوا عاوتاني طلب اخر من طرف الرئيس باش يفوت البقعه الارضيه اللي بشارع سبته في لاكولين باش يفوتها باش جميع العمال الموظفين يستافدوا من هاد السكن، لان عمال الموظفين كيأدي واحد المهام لهاد المدينه. وكما تيقول فقولوا اعملوا فسير الله اعمالكم المؤمنين، لان الناس حاربونا داخل الجماعه، لا من موظفين لا من نقابات، يقول لك بان هذا الملف هو كذوب وهاد الناس كيكذبوا عليكم وباغيين يستغلوا هذا الملف انتخابات، مع العلم بان ما كاينش انتخابات دابا. وكنشكر عاوتاني من جديد وسائل الاعلام اللي ديما في جنبنا واللي تبعوا منا جميع التطورات والنضالات اللي درناها من هذا الملف، وشكرا. شكرا.